السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أمل حياة الكرام. النهاردة هنتكلم على الأوميجا آر إكس. الأوميجا آر إكس مكمل غذائي غني بالأوميجا 3 وفيتامين دي وفيتامين سي، خالي من الزئبق. طبعا هيجي بكذا طعم، في طعم فراولة، في طعم برتقال، وفي طعم ليمون، وفي طعم خوخ، وفي طعم شوكولاتة. ده جيلي غني بالفوائد المحتاجها الجسم. ومن فوائده يعمل على تقوية الذاكرة والتركيز، وخصوصا الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، سواء المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية. يعمل على تقليل الاكتئاب، مفيد جدا لخصوبة الرجال والسيدات. يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، يقلل الدهون الثلاثية، يحمي الجسم من تصلب الشرايين، مفيد جدا للحوامل، ويعالج الاكتئاب ما بعد الولادة. مفيد للتخسيس، لأنه الناس اللي عندها نسبة حرق ضعيفة ده بيزود نسبة الحرق. يقلل من نسبة السكر في الدم، مفيد جدا للضغط المرتفع، مفيد جدا لمرضى الروماتيزم وآلام المفاصل، مفيد جدا لعلاج تساقط الشعر ومشاكل الشعر بصفة عامة، مفيد جدا لمشاكل البشرة، مفيد جدا لأطفال التوحد، ويقلل من الولادة المبكرة، مفيد جدا للجنين أثناء الحمل. يعمل على زيادة وزنه وبناء أعضائه وخاصة الدماغ والعيون. طريقة الاستخدام مرة أو مرتين في اليوم، وسعره 85 جنيه مصري في الصيد، وده موجود في كل الصيدليات المصرية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك، اشتراك للقناة فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بفيديو جديد إن شاء الله.